في إطار هذا الحدث الرياضي والإنجازات واللي حاصل في الساحة الرياضية، بل نحن الصم البكم. إحنا أبناء هذا المجال الرياضي، إحنا الصم البكم، مش هؤلاء الأبطال. إحنا اللي معرفناش نوصل صوتنا ولا قدرنا نتكلم بأحلام حقيقية للرياضيين. ولا سمعنا صوت الإرادة جوانا. إنما اللي سمعوا صوت الإرادة جواهم وصوتهم عالي بيها في ماليزيا هم أبطال مصر، لاعبي منتخب مصر لكرة القدم. أبطال مصر لكرة القدم بيوصلوا بينا للدور قبل النهائي لكأس العالم. البطولة إحنا مش عارفين نتجاوز الدور الأول في كأس العالم، لمن يفترض أنهم هم اللي بيسمعوا وهم اللي بيتكلموا، لكن هؤلاء الأبطال حققوا الإنجاز الفريد جدا. كسبوا ألمانيا امبارح بركلات الترجيح وصعدوا للدور قبل النهائي، هيلعبوا اليابان يوم الأربعاء. معنا على الهاتف من ماليزيا الصديق العزيز محمد يحيى يوسف، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة المنتخب في ماليزيا. مساء الخير يا أستاذ محمد، تحياتي وتحياتي المهندس عدلي، وألف مبروك هذا التأهل. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير باشمهندس عدلي. يعني طبعا استمتعت بالكلام اللي كنت بتتكلموه من شويه عن رعايه الابطال وعن ازاي نقدر نخلي ما تتجنس او ما تهربش زي ما بيقولوا. صراحه وجبه دسمه، لكن احنا هنا في ماليزيا عايز اقول لحضرتك ان الوضع مختلف تماما. احنا هنا يمكن المنتخب الاولى بالرعايه دلوقتي، المنتخب اللي احنا يعني محتاج رعايه فعلا، وعمل انجازات بالفعل، مش لسه هيبتدي عشان يحقق، لا هو بالفعل حقق. ودي يمكن مش اول مره، يمكن خد قبل كده في 2012 المركز الثاني في بطوله كاس العالم في تركيا، وكان بيلعب قصاد صاحب الارض ساعتها. فيعني ده مش انجاز جديد عليهم اللي هم فيه دلوقتي، لكن زي ما انت بتقول هم مش عارفين لا يوصلوا صوتهم لا في الحقيقه ولا في البطوله ولا في الرياضه. عشان كده احنا الدوره دي كنا حابين نوصل صوتهم بشكل اقوى وشكل اكثر تفاعلا، عشان خاطر نقول للناس ان فعلا ده حدث كبير جدا، وده فرقه كبيره جدا، وناس يعني ما بتختلفش تماما كره القدم في السم والبط عن كره القدم في الاسواق. لان هو يمكن الاختلاف الوحيد اللي موجود في القصه زي كده هو فكره ان حكم الساحه يبقى معاه رايه، هو ده كل الاختلاف. لكن كوره بايد حكم الساحه معاه رايه؟ عشان ما هيسطر ازاي؟ تمام. فهو ده يمكن الاختلاف الوحيد في اللعبه، لكن ملعب 11 و11 و11 في الفرقتين وكل حاجه زي ما هي بالظبط، زي كره القدم الاسواق بالظبط. بالتالي مفيش اي اختلاف الا فكره ان هم ما بيسمعوش او ما بيتكلموش في قلب الملعب. ويبقى المجهود الاكبر على الجهاز الفني انه ازاي يوصل فكرته، وازاي يوصل لو عايز يقول واحد غير الخطه كذا او تقدم كذا، فما بيشوفوش في قلب الملعب بشكل كبير زي ما في الطبيعي بيحصل مع كره القدم الاسوياء. طب المدرب يا محمد، المدرب من نفس الفئه ولا مدرب من الاسوياء؟ المدرب كابتن شوكت النجار، كان لاعب قديم في منتخب الصم برضه، ومن الابطال، وبرضه نفس القصه، هو اصم لكن صاحب عقليه وصاحب فكر تدريبي رائع. وانت لما عصرت افكاره وتدريباته والخطط والخطه بتاعته مشرحها، لا الصراحه في شغل مميز بيتعمل ان هو في ماليزيا مع منتخب مصر. ويمكن احنا منتخب مصنف رقم 5 عالميا، فبالتالي منتخب كبير وقدر ان هو يحقق انجازات. عايز اقول لحضرتك استاذ ابراهيم، يمكن لو انت ان هو عشان الصم ما عندهمش دخل كويس، فبتلاقي البطولات اللي زي دي بتلعب مباراه يوم ويوم يوم ويوم. يعني احنا مثلا بس ما عدا الاول الماتش الوحيد اللي هو حصل فيه يومين هو الماتش دوت اللي هو بعد دور الثمانيه، عشان خاطر بيدوا لهم راحه شويه. لا لكن الفكره نفسها عشان يقللوا المده ويقللوا التكاليف، كانت المباريات كل بقت يوم ويوم. فدي طبعا من ضمن الحاجات اللي هي فيها اختلافات وسببت في اجهاد كبير جدا. عايز اقول لحضرتك ان احنا لعبنا 5 مباريات في خلال 9 ايام. 5 مباريات في 9 ايام بالظبط. النتائج كانت ايه؟ طيب عشان الناس للاسف ما بداتش تتابعهم الا بعد ما كسبوا المانيا. البدايه كمان كانت المانيا،
في البدايه كمان كانت في دور المجموعات كانت المانيا لعبنا كانت مجموعتنا بتتمثل في المانيا منتخب المانيا ومنتخب امريكا ومنتخب ماليزيا صاحب الارض والجمهور. طبعا كانت مجموعه صعبه جدا، كانت مجموعه يعني واعيين فيها صعب جدا، لان انت بتتكلم في ابطال وبتتكلم في فرقه مصنفه سواء امريكا او المانيا. وطبعا لعب صاحب الارض والجمهور ده كان موقف ثاني، لكن انت الحمد لله قدرت. الماتش الاولاني مع المانيا كسبنا 3-1، الماتش الثاني مع امريكا كسبنا 3-2، الماتش الثالث مع ماليزيا كسبنا 1-0. احنا كسبنا غانا في الدور الاول 9-0 مش كده؟ مش في الدور الاول، في دور ال 16. في ال 16 المؤهل للمجموعات. لا المؤهل للمجموعات مظبوط، او لدور الثمانيه على طول. اللي دور الثمانيه. وتأهلنا لدور الثمانيه، لعبنا المانيا، القرعه جابتنا ثاني بان احنا نلعب المانيا ثاني من جديد. لعبنا المانيا، كان اطول ماتش في البطوله لانه خلص ضربات جزاء بعد شوطين اضافيين، وكان موضوع صعب جدا لان كان اغلب اللعيبه استهلكوا بدنيا، لو بقول لحضرتك خمس ماتشات في 9 ايام، فكان مباراه صعبه جدا، لكن الحمد لله كان عندنا القدر من الفوز، خاصة ان الولاد المرة دي كان الوضع بالنسبة لهم مختلف. انا حاولت ان انا اوصل صوتهم لكتير من النجوم في الكورة، فالحمد لله قدرنا ان احنا نتكلم على ان كابتن محمد الشناوي عمل لهم بوست تهنئة، كابتن عبد الله سعيد عمل لهم بوست تهنئة، كابتن عصام عمل لهم فيديو مخصوص، وكابتن محمد المني عمل لهم بوستين، فهم كانوا يعني متفاجئين من حاجة زي كده، متفاجئين ان الناس دي كلها بتهتم بيهم. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه خليته يكلمهم فيديو كول عشان خاطر يعني يتفاعل معاهم ويتفاعلوا معاه، كانوا مبسوطين جدا من الحاجات دي كلها، لان هم كانوا بعاد كل البعد عن القصه دي، فعاشوا اجواء البطوله فعلا وعاشوا النجاحات في البطوله عشان يقدروا ان هم يكملوا ويستمروا. انا بحاول اشجعهم بكل الطرق ونحفزهم بكل الطرق ان هم يقدروا نرجع لكاس البطوله، فده كان بالنسبه لنا يعني كان هدف مهم جدا يعني. والحمد لله الحمد لله حتى الان الدنيا ماشيه كويس، عندنا ماتش جاي. وانا بس يا استاذ محمد يعني عايز اعرف، انا يعني انت اعلامي برضه يعني طبعا يعني ال 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 احنا وصلنا للمنتخب ازاي؟ في مسابقات، في انديه مشاركه في مسابقات محليه، ولا ده منتخب بي 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 بيتم صقله من خلال لقاءات وايفنتات؟ لا يا فندم، هو في بطوله دوري فعلا، دوري كره القدم والصم، يمكن صعب شويه، لكن حتى كمان المجموعه ديت اللي موجوده معانا مجموعه يعني لسه مختارينها متجمعين، قعدوا معسكر فقط حوالي اسبوعين بيلعبوا مع بعض، ما يمكن ده منتخب جديد. حاولنا كنا الفتره الاخيره دي نجدد الاعمار السنيه لان كانت اعمار كبيره، دلوقتي بقت اعمار اغلبها سنها السن كويس معقول، ف في ناس كتير لسه اول مره كانت تلعب مع بعض، وفي ناس كتير جايه تشارك لاول مره، فطبعا لا كان منتخب لسه بيتجمع يعني ما بقالوش يعني اتدرب قعد مع بعضه، خاصه انت عارف حضرتك ان اغلب فرق الصم من المحافظات، فبالتالي ما بيشوفوش بعض كتير الا لو بيلعب مع بعض قصاد بعض في مباراه دوري او حاجه بتخلص في يوم وخلاص، ما بيشوفوش بعض تاني، فكان الهدف الطريقه الوحيده اللي انت تجمعهم اللي هو معسكر للمنتخب خلال قبل البطوله. عملنا معسكر تقريبا باسبوعين او 3 اسابيع، وقدرنا في الفتره دي نقدر نحشد الناس عشان خاطر تقدر تبقى مؤهله لبطوله كاس العالم اللي بيشارك فيها منتخبنا لثالث مره، وهي البطوله كلها اتعملت 4 مرات من بدايه من 2008 حتى الان. فطبعا احنا مش يعني اول مره كان يتجمع المجموعه دي مع بعض بالشكل الكبير دوت، فعايز اقول لحضرتك ان فيهم لعيبه رائعه جدا جدا، فيهم لاعب زي فيهم 2 لعيبه مثلا محمد عماد واحمد عماد، الاثنين توأم، والاثنين واحد بيلعب مهاجم واحد بيلعب باك يمين زي التوأم حسام حسن بالظبط، الاثنين يعني زي ما تقول كده هو بان هم مسارهم الاعلى وعاملين حاله في قلب المنتخب. نفس الامر في اسماعيل محمد، ده الناس اللي هو كنت بتناديه تقولوا مو صلاح، ان هو مربي شعره ومطول شعره عامل زي محمد صلاح، ولعيب هداف ولعيب رائع، فالصراحه في نماذج كويسه جدا جدا موجوده تقدر تلعب، وفعلا بالفعل في ناس بتلعب هنا كانوا فيهم
مع نجوم الكوره المصريين عندنا، في ناس لعبت مع حسام غالي، وفي ناس لعبت مع لعيبه كتير من الدوري المصري، وحاجات ماتشات وديه وماتشات يعني ايه ترفيهيه كده موجوده. فبالتالي يعني الولاد، لا الولاد ولاد كويسين جدا، وولاد مستقبلهم مستقبل كبير ان شاء الله. طيب انت معاك طبعا خبير لغه الاشاره اكيد. معانا كابتن فؤاد عبد الحميد، هو ده المدرب العام، وفي نفس الوقت هو خبير لغه الاشاره اللي موجود معانا، اللي هو وسيله التواصل. وخلاص احنا بقينا يمكن شبه فاهمين بعض دلوقتي، وبقيت الموضوع بقى كويس. لا ما هو منطقي ان هو اللي مرنهم يتكلم اللغه اللي بيفهموها مع بعض يعني. لا انا اللي بقيت افهمهم انا كمان. انت بقى كاداره البعثه عايز حد يشرح لك ويوصل رايك ليهم. بالظبط، بقينا نفهم التواصل، وهم الصراحه كلهم بقى يعني في حاله حب حلوه في من بين التيم كله مع بعضه ومعانا. فالصراحه اللجنه البرلمانيه كمان كانت وفرت لهم كل سبل الراحه عشان خاطر السفريه دي تتم وتقوم، ووزير الشباب والرياضه قال لهم انا مستنيكم لما نرجع بالكاس عشان ترجعوا لنا بالكاس. ويعني في حاله يعني اندماج حلو عشان خاطر كله يحقق البطوله، او نحقق على الاقل مركز متقدم لينا تاني مره تانيه. وانا شايف ان يعني قريبه الموضوع مش بعيد، وان شاء الله نرجع بالكاس وربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا الماتش الجاي في السيمي فاينل مع اليابان مش كده؟ الياباني هو الاربع الجاي ان شاء الله، وبعد كده هنقابل الكسبان من السنغال واوكرانيا. السنغال عندها فرقه كويسه، السنغال واوكرانيا. طبعا طبعا السنغال واوكرانيا هم دول الطرفي ربع النهائي التاني. يعني الكره في سم البكم، يعني هي صاحبة الإنجاز الأقرب إلى العالمية في الكرة المصرية. ما عملناش حاجة لا في الصلاة ولا في الشاطئية ولا في السيدات ولا في كرة القدم. الصم البكم هي المؤهلة إنها تجيب كأس العالم إن شاء الله يا رب. عايز أقول لحضرتك لو ربع رعاية أي منتخب من دولت، هو هيبقى يعني الناس دي هتجيب كاس العالم يعني خطفاه، مش هتجيبه بس كده بشكل عادي. طيب ما دي يعني دوركم بقى يا استاذ محمد. ده دورنا فعلا يعني، بس دور حضرتك معانا بقى نفس يا سيدي. احنا تحت امركم، بس ادونا اي حاجه نشتغل عليها واحنا تحت امركم، وخاصه البهجه والفرحه والحماس وحب البلد الاصيل اللي شفناه في الرسالة المصورة اللي بعتناها من شوية، وتشوف كل لعيب فيهم حاسس بمصر ازاي، حاجة والله تدعو الى الفخر والاعتزاز. انتماء انتماء غير عادي، انتماء غير عادي لبلدنا، وحاجة حاسين بقيمة المنتخب فعلا، وحاسين بقيمة تنمية المنتخب، وعندهم يعني حتى علامة مصر كده وهم بيقولوها، بتبقى علامة زي مثلث كده، هو ان هو زي بيراميد الاهرامات بتنزل بايديهم كده، هو ده بيرمزوا لمصر بالاهرامات كمثلث. الاهرامات بتبقى قبل كل مباراه والفاتحه يعني. لا في نموذج رائع منهم الصراحه منتخب الصم. اللي بيعيط ده حارس المرمى الاشقر الطويل ده، سعيد انور بكاوي، ده كان بيعيط لان حارس المرمى ده هو كان بقاله فتره مصاب، وكان لسه راجع من الاصابه، ووزنه كان زايد، فكان احتياطي والاول مره يقعد احتياطي لان هو كان الحارس الاساسي زمان. فالحارس الموجود حاليا كابتن صابر، وهو دوت يعني جه كابتن شوكت النجار المدير الفني قام غيره في الوقت قبل الوقت الضايع عشان ضربات الجزاء، عشان ضربات الجزاء الحمد لله قدر ان هو يتصدى لضرب الجزاء بعد ما كان حاسس ان هو مش هيعرف يرجع يلعب تاني، ولان في حارس موجود. عشان كده الفرحه العارمه كانت جميله ما بين الكل، ما بين الكل الصراحه. وطبعا متابعنا الدكتور حسام الدين مصطفى كل شويه باتصالاته رئيس اللجنه البرلمانيه، وبيسال على الموقف ايه والدنيا ماشيه ازاي، ووزير الشباب والرياضه. فالحمد لله الولاد ده الصبح حاسين ان في اهتمام غير عادي المره دي، فده حد ذاته شيء كويس. وطبعا متابعه النجوم العالميين ومنتخب مصر الكبار ليهم على السوشيال ميديا او الفيديوهات اللي بتتباعت دي محسساهم باحساس ثاني مختلف، فمخليهم فعلا طبعا. هو دي فكره التقدير والدمج، دي فكره مهمه قوي. استاذ محمد يعني نطلب منك ان تنقل اليهم تهنئه
إدارة وإعلام وجماهير النادي الأهلي، وإن إحنا كلنا في ظهرهم يا محمد. إيه يا محمد الكلام ده يا محمد؟ إيه الكلام؟ حاضر يا باشمهندس. بقول لك إيه، مش هنصفك إلا دول. خلاص خلاص. طيب بقول لك إيه، إن اللوب بجد، وأقول لهم إحنا يلا عايزين نفتخر بيهم ونعمل لهم حاجة حلوة. ان شاء الله ان شاء الله كلنا نفرح بمنتخب مصر، لان بالفعل هو منتخب يحمل اسم مصر، ومنتخب رائع قريب جدا انه يحقق البطوله بالكامل اللي هي بتحدث لاول مره ان شاء الله تبقى، وده هدفهم كلهم وهم مصممين على ده ان شاء الله. ان شاء الله ليهم كل التوفيق، وترجعوا لنا بالسلامه بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للصديق العزيز محمد يحيى يوسف، هو عضو اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم في ماليزيا، الفرقة اللي عاملة إنجاز مشرف جدا.